أقم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. سادتي وموالي، أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. سيدتي ومولاتي يا زينب، يا ابنة أمير المؤمنين، صلوا على الهادي البشير محمد، صلوا على الهادي البشير محمد، وتباركوا بعبير هذا المولد. عيش حلق بروحك فوق ذاك المرقد، هذه العقيلة قد أشع ضياها. ولدت وريثة حيدر في بأسه، ولدت وريثة حيدر في بأسه، فلقد سقاها ثورة من كأسه، كانت تشع على الورى من شمسه، ويزمجر الأحرار في أجواها. هي زينب للثائرين منار، تمشي ويمشي خلفها الأحرار، خطواتها أنوارها والنار، قد أحرقت من كان قد عاداها. أرواحنا تهوي لها وتذوب، وبها تسامت في الزمان قلوب، فتحت لكل العاشقين دروب بيمينها، والله قد أعلاها. ومحاطة بالعز والأسرار زينب، وما أدراك من زينب، ومحاطة بالعز والأسرار، وعظيمة التأريخ والآثار، هي قدوة الأخيار والأبرار، وعلي بالقرآن قد رباها. وجه العقيلة في الليالي كالقمر، ناجت إله الكون والدمع انهمر، لم تنقطع في ليلة الحادي عشر عن حبه، سبحان من أعطاها. وعلى الزمان لواؤها خفاق، لضريحها يتهافت العشاق، هنيئا لزوارها
وعلى الزمان لواؤها خفاق لضريحها يتهافت العشاق وبذكرها تترنم الآفاق لا خير في الدنيا بلا دنياها. عملاقة داست على الأقدام عملاقة داست على الأقزام وتسلحت بالصبر والإقدام وكريمة نبتت بأرض كرامي طوبى لها قد بوركت طوباها. لبنها 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 وحق أمي وحق الطاهر لبنها 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 وحق أمي وحق طاهر لبنها أحن ليكم مثل ثكلة لبنها لبنها ودار الشوق من قلبي لبنها لبنها كرامة للعقيلة الهاشمية. وماتم يرف قلبي على كل منبر وماتم مثل الهلال هالنوره وماتم أن الخلص كل عمره وماتم مناي الحارة بس تشفع إليا. وعينا وحق عباس وحق جوده وعينا على عواد المنابر من وعينا وسمعنا سيرة الحورة وعينا تولع خاطري بذكر الأبياء. ودى يا طير الشوق خذ قلبي ودى الضريح الطاهرة بعشقه ودى مناه مناهي اليوم كل حلمه ودى على الشباك يرفرف للمنية. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومنيف خطابه بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والآصال. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيب وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد. ارحمنا بمحمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. نبارك لكم أيها الأحبة هذه الليلة التي تطالعنا فيها ذكرى ولادة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، تلك المرأة العظيمة الفاضلة التقية النقية التي نشأت وتربت وترعرعت في كنف أهل بيت العصمة في بيت عبر الله عنه في كتابه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
ولدت في الخامس من شهر جمادى الأولى للسنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وتربت وعاشت مع جدها رسول الله وأمها الزهراء قرابة 5 سنوات. فلما مات رسول الله واستشهدت الزهراء عاشت في كنف أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أن بلغت مبالغ النساء. تقدم الرجال لخطبتها فكان أمير المؤمنين يمنعهم إلى أن زوجها إلى من يكون مناسبا لها ولشخصيتها ومكافئا لها، ألا وهو عبد الله ابن جعفر الطيار، إذ أنه يقول النبي صلى الله عليه وآله: بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا. فاختار أمير المؤمنين الزوج المثالي أو الزوج المناسب لأن يقترن بهذه الدرة المباركة، فزوجها عبد الله أو عبد الله ابن جعفر الطيار، فأنجبت له 5 من البنين والبنات. ثم استشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكانت تتنقل بين دار الحسن والحسين إلى أن استشهد الإمام الحسن سلام الله عليه، فانتقلت إلى الحسين وكانت مرافقة إليه في كل مقاطع حياته إلى أن استشهد أبو عبد الله الحسين، وقد ترك إليها زمام إدارة الأمور من بعده ورعاية زين العابدين والتحمل بأسرته المباركة، فقامت على ذلك أو قامت بذلك على أكمل وجه، حتى قال الشعراء: بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. إذن هي زينب، وما أدراك ما زينب. زينب زين الأب صلوات الله وسلامه عليها. يمكن الحديث عن السيدة زينب بأكثر من جانب وفي أكثر من زاوية، فالبعض يتطرق إلى زينب من ناحية تاريخية، يتحدث عن زينب وولادتها وكيف ولدت وما هي الأمور التي رافقت ولادتها، مرورا بتربيتها وتنشئتها وعلاقتها بأهل البيت سلام الله عليهم، متحدثا عن الجانب التاريخي في سيرتها، متى ولدت، متى توفيت، كم كان عمرها، كم عدد أولادها، كم أعمارهم، من منهم قد استشهد مع خاله الحسين، وهكذا. هذا نوع ونمط من أنماط الحديث حول زينب سلام الله عليها. البعض لا، إذا أراد أن يتكلم عن زينب يتكلم عن الجانب المأساوي في شخصيتها، عن معاناتها، عن صبرها، عن تحملها، عن الهموم والغموم التي حلت ونزلت بها، عن فقدها لرسول الله، فقدها لأمها وهي في سن الصبا، عن فقدها لأمير المؤمنين الحسن الحسين، معاناتها في واقعة الطف، ما الأمور التي واجهتها من المصائب والمصاعب في مجلس يزيد، في مجلس عبيد الله بن زياد، وهكذا الجانب المأساوي والصفحة المؤلمة من سيرتها. البعض الآخر لا، إذا أراد أن يتكلم عن زينب يتكلم في تحقيق مفصل حول موضع مدفنها، أين دفنت، هل أنها دفنت في المدينة أو دفنت في الشام أو دفنت في مصر، إذن من هي المدفونة في مصر، وإذا كانت هي زينب فأي زينب هذه، هل هي زينب الكبرى ابنة أمير المؤمنين، هل هي زينب واحدة من بنات علي لكنها ليست زينب المقصودة، إذ أن عليا له أكثر من بنت باسم زينب، ويحقق في هذا الجانب ويتبحث في هذا الجانب مثبت أو نافي إلى موضع قبر زينب سلام الله عليها. البعض الآخر إذا أراد أن يتكلم عن زينب يركز على كراماتها، معاجزها، مناقبها، فضائلها، عن المعاجز والكرامات التي نضحت تحت قبتها الشريفة، حتى ألف أحد علمائنا كتاب أسماه 250 كرامة لمرقد زينب سلام الله عليها، وذكر فيه كرامات ومعاجز وقضايا مرضى وفقراء وأصحاب حوائج وقضاء حوائج ومن هذا النمط. إذن الكل يتحدث عن زينب من زاوية من الزوايا. هناك جانب يمكن أن يخدمنا في الحديث عن مولاتنا زينب، ولذلك نريد أن نخصص الحديث عنها سلام الله عليها في هذا الجانب فقط، وهو زينب الكاملة، زينب العالمة، زينب الفاضلة،
زينب الفقيهة، زينب الفهمة، هذه المرأة التي بلغت مبالغ متقدمة من الكمال والعصمة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال: ما هي العوامل التي صقلت شخصيتها؟ هذه المرأة العظيمة التي يشار إليها بالبنان في كمالها في عظمتها، هي المرأة التي حريب الإنسان المؤمن أن يقتدي بها من مرأة أو رجل، أن يستلهم من سيرتها الدروس والمعارف، أن يضعها نصب عينيه وأن يأخذ منها ما يحتاجه في جوانب شخصيتها وفي أخلاقها ومعرفتها بالله سبحانه وتعالى. كيف انصقلت هذه الشخصية؟ كيف نتجت هذه المرأة العظيمة؟ ما هي العوامل التي ساهمت في صنعها، في إنتاجها، في صقل شخصيتها؟ طبعا هناك عوامل كثيرة أيها الأحبة ساهمت وبشكل كبير في صقل شخصية زينب وصناعة هذه المرأة العظيمة. نختار بعض هذه العوامل، 4-5 عوامل. أول عامل من العوامل التي ساهمت في صنع وصقل شخصية زينب هو الجانب الغيبي السماوي. هناك يد غيبية تدخلت في صنع زينب سلام الله عليها وفي تكوين هذه الشخصية المباركة، وهذا بدأ منذ أن كانت في بطن أمها إلى أن وضعت بها أمها وعناية السماء تحيطها من كل جانب. ولذلك حازت على مجموعة من الأمور هي من خصوصيات الأوصياء، من خصوصيات المعصومين، مثلا اختيار الاسم وانتقاؤه من الله جل وعلا. العادة أن أسماء المعصومين هي التي تأتي بتصدير من السماء، السماء تختار أسماء الأئمة، أسماء المعصومين، أسماء الأوصياء. لكن زينب سلام الله عليها ليست نبي ولا رسول ولا وصي، مع ذلك السماء تدخلت في اختيار الاسم. لم يختر الاسم أبوها ولا جدها ولا أمها ولا إخوتها، وإنما الله جل وعلا هو الذي اختار لها هذا الاسم. وكلنا يعرف كيف نزل هذا الاسم من السماء لزينب لما وضعت أمها الزهراء سلام الله عليها بها، واستر أمير المؤمنين بمقدمها وجاء وأشبعها لثما وتقبيلا وأجرى عليها شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في الولادة، التفتت إليه الزهراء قالت: ما تريد أن تختار اسما لها؟ ما تريد تأخذ اسم إليها تختاره؟ قال: ما كنت لأسبق ربي بتسميتها، عفوا، ما كنت لأسبق رسول الله بتسميتها. النبي آنذاك كان في سفر، فلما عاد أخبر بمقدم زينب، جاء مهرول فرح مسرور إلى دار الزهراء: أين ابنتي؟ أين ابنتي؟ أخذها أشبعها لثما تقبيلا، أجرى عليها السنة، أذن في أذنها اليمنى، أقام في اليسرى، حنكها بريقه، ثم قال: يا علي ما أسميتها؟ قال: ما كنت لأسبقك بتسميتها. قال: وأنا كذلك ما كنت لأسبق ربي بتسميتها. فنزل الاسم معلب جاهز، تم افتتاحه في دار الزهراء على لسان جبرائيل: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك سمها زينب. الله اختار لها هذا الاسم زينب، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الله قد أحاط هذه المرأة بالعناية. الاسم تم اختياره من السماء، واسم ذو معنى، مو اسم عادي. أسماء أهل البيت أسماء لها معاني. ويوم من الأيام رجل اسمه ضريس الكناسي دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، التفت إليهم الإمام الصادق قال له: يا ضريس، أتعلم لماذا سماك أبوك ضريسا؟ ضريس تصغير ضرس، بس تدري ليش أبوك سماك بهذا الاسم؟ قال: لا يا ابن رسول الله، ولكن يبدو كما سماك أبوك جعفر، مثل ما أبوك شاف اسم جعفر وعطاك إياه أنا بعد كذلك سماني ضريس. قال: لا. من قال لك هالشكل المسألة؟ قال: عجل كيف؟ قال: اعلم أن ضريس اسم ابن الشيطان، ابن إبليس اسمه ضريس، هذا اسمك. أما اسمي فجعفر اسم نهر في الجنة. أبويا سماني جعفر وجعفر اسم نهر في الجنة، فرق بين أنت تختار الاسم أو أبوك يختار الاسم أو أن الله يختار الاسم. إذن الاسم إلى معنى. زينب هنا لماذا سميت زينب بزينب؟ خرجت مجموعة من الاحتمالات، واحدة منها قالوا: زينب اسم نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى طعما من العسل.
قول آخر قالوا زينب اسم شجرة برية لها رائحة طيبة نفاحة تسمى زينب. قول ثالث قالوا زينب هذه مفردتين أدغمتا دخلها واحدة في واحدة، زينب هي زين أب، زين الأب، البنت التي تكون زينة إلى والدها بأخلاقها بعلمها بصفاتها بعفافها تسمى تكون زين لأبيها، يعني ترفع رأس والدها، فزينب هي زين أبيها. إذن السماء تدخلت في اختيار الاسم. بعد السماء وضعت لهذه البنت شأنا عظيما بحيث حتى البكاء على مصابها يعدل ثواب البكاء على مصاب الحسن والحسين. النبي صلى الله عليه وآله في يوم مولدها بكى فسألته الزهراء قال أخبرني ربي بما يجري على هذه البنت، فصار يحدثها ثم قالت الزهراء ما لمن بكى على مصاب ابنتي هذا؟ قال رسول الله كان له من الثواب كمن بكى على مصاب أخويها الحسن والحسين. إذن السماء تدخلت في وضع ثواب وأجر لمن يبكي على مصابها. عامل السماوي العامل الرباني تدخل اليد الغيبية ساهمت في صنع شخصية زينب، إذ أن السماء اختارت لها الاسم واختارت لها مجموعة من الأمور. هذا واحد. العامل الثاني الذي ساهم في صقل شخصية زينب هو العامل الوراثي. الوراثة لها دور كبير في تشكيل هذا الإنسان من ناحية جسدية ومن ناحية خلقية، يعني خلقية وخلقية. أخلاقه لربما يكون متأثر بآبائه وأجداده. شوف واحد كريم طالع على أبوه كريم، طالع على جده كريم، طالع على جده لأمه كريم، وهذا الصفة مو بالضرورة تؤخذ من الأب بشكل مباشر ولا من الجد، لربما من جد رقم 30 جد رقم 40 فيه صفة معينة، هذا الصفة تستمر مع هذه السلالة إلى أن تصل إلى هذا الحفيد إلى هذا الولد، فيكتسب صفات هذه الصفات قد ورثها من آبائه وأجداده. هذه حقيقة حقيقة، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. العرق يعني شنو؟ يعني هذا الانتماء الوراثي، العرق دساس له دور كبير جدا في شخصية هذا الولد. شوف بعض الناس مثلا يكون كريم أبوه مو كريم، يقول زين شلون صارت الوراثة؟ لربما ما أخذ صفة الكرم من أبيه، أخذها من آبائه من أجداده. وهذا الأمر يعتني به أئمتنا سلام الله عليهم. شوف النبي صلى الله عليه وآله يعطينا إرشادات في اختيار الزوجة، لأنه راح يترتب عليها أثر كبير جدا. أمير المؤمنين يلتفت إلى عقيل يقول له يا عقيل اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب، ليش؟ أنت تتزوجها لو تتزوج أبوها؟ قال لا، كي تضع لي غلام يكون ناصر لولدي الحسين، أريدها من أسرة شجاعة حتى يطلع الولد شجاع حتى يتأثر بذلك. محمد ابن خولة الحنفية كان يمين أمير المؤمنين في المعارك والحروب. واحدة من المعارك أرشده أمير المؤمنين ببعض الإرشادات، قال لبني محمد تدفي الأرض قدمك، انظر إلى أقصى القوم كذا، وقام يعطيه مجموعة من الإرشادات والتوجيهات. دخل هذا عاد في وسط الحرب وكان شجاع ومعروف بشجاعته، من شجاعته أنه إذا أخذ الحرب وضعها على فخذه لواها من شدة قوته، صاحب بأس شديد، وكان حامل اللواء اشتد به الوطيس من كل صوب عليه انهال الأعداء والخصوم، فمال لواءه إلى جانب، وإذا بعلي جاء مسرع إليه وأخذ اللواء نحاه إلى جانب، قال تنحى يا محمد لقد أدركك عرق من أمك. تبين في أجداده من طرف الأم في شوي بعض الجبن. شوف إلى أي درجة الموضوع يرتبط بالآباء والأجداد. إذن العامل الوراثي له دور كبير في صقل شخصية هذا الإنسان، سواء صفات جسدية أو صفات معنوية ترتبط بأخلاقه. السيدة زينب سلام الله عليها العامل الوراثي له دور كبير في صقل شخصيتها وصنعها. من آباؤها؟ من أجدادها؟ أبوها أمير المؤمنين، أمها فاطمة، جدها رسول الله محمد. جدها رسول الله، أجداد النبي كلهم من أهل التوحيد بإشادة القرآن الكريم وتقلبك في
ساجدين آبائك وأجدادك كلهم من أهل التوحيد. فإذا قلنا رسول الله جدها وآباء النبي وأجداده من أهل التوحيد، يعني آبائها وأجدادها كلهم من أهل التوحيد، ما في موجود في أب من آبائها جد من أجدادها فيه شيء يعاب عليه، لأنهم كلهم من أهل التوحيد وكلهم من أهل الفضيلة. إذا سلالتها من آدم إلى أبيها المباشر وهو أمير المؤمنين كلهم من أهل الفضل، إيش راح تطلع هذه زينب؟ راح تكون في قصب السبق في الارتقاء بالروحية العالية التي كانت تتصف بها. إذن العامل الوراثي له دور كبير جدا في تشكيل شخصية زينب، فهي وريثة الأنبياء والرسل، وهي من تلك السلالة الطاهرة الزكية. هذا عامل ثاني ساهم في صقل شخصيتها. العامل الثالث من العوامل التي ساهمت في صقل شخصية زينب سلام الله عليها هي البيئة التي كانت تعيش فيها. يعني هذا العامل البيئي، البيئة لها أثر كبير جدا في شخصية الإنسان. كل ما كانت بيئة طاهرة زكية نقية، بيئة عبادية، بيئة عبادية، بيئة علمية، بيئة فيها مظاهر النوبل، راح يتأثر من يتواجد في هذه البيئة 100% راح يتأثر. تشوف الآن بعض العوائل علمائية كلها معممين، كلها فقهاء، كلها من أهل الفضيلة. ليش صارت مجتمعة فيهم هالعمائم، مجتمعة فيهم الميزات؟ لأنه الوسط يؤثر، الوسط الذي يتواجد فيه. أفتح عيوني وإذا والدي معمم وجدي معمم وأبو أمي بعد كذلك من العلماء وخالي خطيب وخالي الثاني مثلا إمام كذا جماعة، فلان من أسرتي ابن عمي كذا، أتأثر أنا بهذه الأسرة. كذلك إذا كانت أسرة عبادية من أهل العبادة من أهل الطاعة، راح يتأثر هذا الذي ينشأ فيها. أسرة زينب أي أسرة هذه؟ أسرة علم، أسرة عبادة، أسرة تقوى، أسرة ورع، أسرة طاعة، أسرة ما فتحت زينب سلام الله عليها عينها إلا وترى أباها أمير المؤمنين يبكي في وسط محرابه في جوف الليل، هو البكاء في المحراب ليلا. تنظر جانب ثاني وإذا أمها قد انزوت إلى زاوية في البيت وصفت قدمها للعبادة حتى تورمت قدماها، تقف في مصلاها فيزهر وجهها لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض. إيش راح تطلع زينب؟ تنظر إلى أخويها الحسن والحسين منذ نعومة أظفارهما وهما في عبادة وفي توجه إلى الله جل وعلا، راح تتأثر عباديا. ولذلك اكتسبت هذه الصفات من أفراد هذا البيت الذي كانت هي في وسطه، اللي القرآن الكريم عبر عنه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. بيت رفيع المستوى، بيت عبادي، بيت طاهر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونشأت زينب في هذا البيت، ولذلك تأثرت حتى بالجانب العبادي، كان واضح جدا على شخصيتها، حيث أنها وجدت في بيت يقيم الليل بالعبادة، هي الأخرى أيضا ما تركت إحياء الليل بالعبادة حتى في أحلك الظروف في ليلة 11 من المحرم. الجانب العلمي، أبوها أمير المؤمنين باب مدينة علم النبي، أمها الزهراء تلك العالمة الفاضلة، أخوها الحسن الحسين وهي في وسط ذاك البيت، بيت ينضح بالعلم والمعرفة، بيت لا يوجه فيه سؤال أو إليه سؤال إلا ويخرج الجواب من القرآن الكريم، بيت يقول صاحب هذا البيت سلوني قبل أن تفقدوني، وما قالها أحد غيره لا بعده ولا قبله. نشأت في هذا البيت تأثرت. إذن العامل البيئي والوسط الأسري أيضا كان عامل مهم في صقل شخصية زينب، ولذلك بلغت درجة علمية راقية جدا، حتى قال الإمام المعصوم عنها: عم زينب أنت بحمد الله عالم غير معلم وفهم غير مفهم. هذا أيضا العامل الثالث الذي ساهم في صقل شخصية زينب. بعد العامل الرابع وأختم، العامل الرابع وهو العامل النفسي، القابلية التي كانت عند زينب سلام الله عليها. هذا العامل النفسي مهم جدا، لربما الإنسان يتواجد في وسط طيب ويكون من أسرة طيبة ويرتضع لبنا طاهرا زكيا طيب، لكن مو بالضرورة
يكون صاحب شأن. ليش؟ لأنه هو بعد أيضا محتاج منه وازع داخلي يحثه على أن يبحث عن الكمال، يبحث عن الشأن الرفيع. مو كل أسر الأئمة سلام الله عليهم خرجوا بهذه المستويات الراقية، لكن زينب لأنها تحمل في جنبها وفي قلبها روح شفافة، روح نقية، دافع يدفعها نحو البحث عما فيه الكمال والرفعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ارتفع شأنها. هذا عامل ساهم في صنع هذه المرأة وأن تخرج إلينا بهذا المستوى الراقي والأنموذج المميز. زينب، وما أدراك ما زينب، ولو كنا النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، إنها مريم زمانها، إنها آسية زمانها، إنها خديجة زمانها، إنها ابنة فاطمة بنت محمد. ولذلك في مثل هذه الليلة فرحة أهل البيت لا توصف، ينتظرونها بفارغ الصبر. أمير المؤمنين رايح جاي رايح جاي، ينتظر بس متى يبشر بمقدم هذه البنت. فلما أشرق نورها في دار أمير المؤمنين عمت الفرحة والسرور أرجاء هذا البيت، وفاحت منه روائح المسك والعنبر، وشعت الأنوار إلى السماء. كل ذلك كرامة لابنتي رسول الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن وتفضل وبارك على النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. فلما جاء اليوم الموعود لظهور النور لمولاتنا الدرة الفاخرة الميمونة الطاهرة العقيلة الهاشمية السيدة زينب بنت أمير المؤمنين، أقصد بذلك حفيدة النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وذلك في الخامس من شهر جماد الأولى من السنة الخامسة من هجرة النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحست الزهراء عليها السلام بأثر الطلق والولادة، فطلبت من بعض نساء بني هاشم أن يأتين اليلين منها ما يلي النساء من النساء في الولادة. فبينما هن حولها والنور منتشر في الدار، وإذا بها قد وضعت بالحوراء زينب. يمتي المعصومين محمد وآلي محمد صلي وسلم عليه صلوات. ولدت كما يشرق الكوكب، فأم تباهي ويزهو أب، وفاطمة وعلي وفاطمة أنجباك عينا من الخير لا تنضب. وجاء بك جدك المصطفى ليختار لاسمك ما يعجب، فقال
أنت شرف وقال أنت زينب. لآل البيت عز لا يزول وفضل لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. هنوا فاطم والنبي خير البرية ميلاد زكية. هنوا فاطم والنبي خير البرية ميلاد زكية. بشر المختار زينب بضعة من بضعة الزهراء واعتقد مولد الحور المصطفى طبعا يسر. يبتهج بهجة الزارة يبتهج بهجة الزارة ومرتين تصير كبرى. زينب الحرة الجليلة وبها فرحتنا طويلة. وبشر الزهرة البتولة وأيام الفرح كلها هنية. وأيام الفرح كلها ميلاد زين جواب هنو فاطم والنبي خير الباء ميلاد زكية. بعد مرة هنو فاطم والنبي خير البرية ميلاد زكية. ازاي زاد الله شرفها دنيا اخرى مشرفه. ازاي زهرت في حسبها بنور ما حد يوصفها. ازاي زهدها مثل جدها ومثل ابوها بمعرفه. واليا يا اهلا وسهلا اليا يا شيع البشاره. الفرحة في بيت الإمارة وحدر البهجة في دارة. صلى الله على الهادي نبينا صلى الله على الهادي ميلاد زكية. هنو فاطم والنبي خير البرية بعد مرة هنو فاطم خير البرية ميلاد زكية. يا لايم يا لايم خف لومك علي انا روحي وحياتي في دوال الزكية. يا لايم خف لومك انا حبي وحياتي في دوال. طبعا هذه الجلوة من نظم خادم اهل البيت ابن المنطقة الحاج مكي العريبي. ايه حاج مكي العريبي. عاد موني ساكن الظاهر فبوري ساكنه فبوري. ايه
لا في بعد واحد في مك والله عده مكي العريبي اللي يشتغل في الصحة عرفه من عبد النبي. يا لايم يا لايم خف لومك علي، يا لايم يا لايم خف لومك علي، أنا روحي وحياتي فدوى إلى الزكية. يا لايم يا لايم أنا روحي وحياة فدوى إلى الزكية. ربي أمرني بيهم، ربي أمرني بيهم، أحبهم واقتديهم، عمري كله إليهم، عمري كله إليهم، أودهم وافديهم، أودهم وافديهم، وما أوفي حقهم، وما أوفي حقهم، أحبابهم إلي، أحبابهم إلي. يا لايم أنا حبي وغرى يا زينب يا بديعة، زينب يا شفيعة، زينب يا بديعة، زينب يا شفيعة، لكم إحنا الشيعة حبكم ما نبيعة، حبكم ما نبيعة. شكرا يا وديعة، شكرا يا وديعة، يا بيت خير البرية، يا بيت خير البرية. يا لايم يا لايم روحي وحياتي فدوى إلى، روحي وحياتي فدوى إلى. يا زينب بنت مامي يا بنت الكرامي، زينب بنت مامي يا بنت الكرامي، إليكم سلامي وهذا كل مرامي، إليكم سلامي وهذا كل مرامي، وهذا كل مرامي. بيوم الزحامي بيوم الزحامي تشفعون إلي، تشفعون إلي. يا لايم سماها سماها وحق البيت والثبت، سماها أبد ما تنوصف زينب، سماها سماها الباري بعزته وقدره، سماها سماها وانطاها الحيدر وفاطم هدية.